ردي على موبايلك، ردي. هاد مو تليفون، هاد مسج. ربحت رحلة إلى اسطنبول مقدمة من All Family Mall. معقول؟ ورجيني لشوف. هاتي لك. أي والله، ألف مبروك سموحة. أي خرب بيتك على الحظ. روحي إلا تكون مسحة. لا حبيبتي، ليش مسحة؟ لازم يكونوا حاطين رقم تليفون. إيه تأكدي لك وينك. قلتي؟ أي. ألو All Family Mall. يلا هات لشوف. لينا، مين بدك تاخدي معي طبعا؟ اكيد انا رح روح معه، لانه اساسا انا اللي اشتريت الاغراض ودفعت حقهم، ولو سجلت اسمي على كل البطاقات اكيد كنت ربحت. هيك بيقول المنطق. ليش حبيبتي؟ يمكن لو حطيتي اسمك ما كنت ربحتي، هي شغله حظ. من شو قصدك؟ ما قصدي شيء. خلاص بقى روح. شو شبكم؟ نحن رايقين سموحة، بس اذا بدنا نحكي بالحقوق فانا احق وحدة اني اسافر معي. من وين لوين لبنى خانم؟ طبعا حبيبتي، انا شريكتها بالغرفة وشي طبيعي اني اكون شريكتها بالرحلة. يا سلام، ما بكفي اني متحملة غلاصتك بالغرفة، كمان بدك تلبسيها طول طريق اسطنبول. هلا انا غليظة؟ ولك روق روق، شو صار لكم؟ هلا هي اللي ربحت وهي اللي لازم تختار. شو سموحة، مين بدك تختاري؟ انا برايي تأجلوا هذا الحوار كلياته لبعد ما يجوا المصورين، لانه انا كثير متوتره. ليش؟ رح يصوروكي على التلفزيون؟ ايه، حتى دليت وين مكان البيت بالضبط. حبيبتي لا تاكلهم، انا رح احكي عني. بالله شو؟ وليش لحتى ما انا احكي؟ طولوا بالكم، شو نسيانين وهي اللي ربحت، يعني هي اللي لازم تحكي. ايه مزبوط. ايه ربحت مصاريه بس. ايه طولوا بالكم، نحن لازم نعمل بروفا قبل ما يوصلوا. كيف إيه؟ يعني؟ يعني نحن لازم اول ما تفوت المذيعة ننط ونهيص ونصرخ ونعيط ويا لطيف شو ربحانين بالجائزة مثل البرامج الامريكية. يلا انا رح اطلع دق الباب، جهزوا. لا 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 لا. حبيبتي خليني اخذ انا دور المذيعة بما انه هي شغلتي. تفضلي شرفي. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، نتابع معا وعلى الهواء مباشرة الأفراح العفوية المقامة في منزل الآنسة سميحة الرابحة الرحلة إلى اسطنبول مع صديقتها النجمة دادو. وصلوا. اسمعوا صبايا، اول ما بينفتح الباب بننط كلياتنا فرد نطه، لانه الكاميرا بجوز تكون دايره. سمعانين؟ يلا. شو جاهزين؟ جاهزين. مرحبا، يعطيكم العافيه صبايا. يلا وقف لي هون، ظبطي الفوكس يلا لشوف. ظابط شلون؟ 5432. أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم. محمود زملكا من قلب الحدث ومن عقر دار الرابحة الأولى الأنسة سميحة. نعم الأنسة سميحة، وههم صبايا يعقدون حلقات الدبكة وتطلق الأهازيج والهتافات العفوية. أهلاً وسهلاً بكم، لنتابع. أمي أمي، خلينا نتفرج على سميحة وهي عم تتصور. لك يلا قومي تعالي. هلا انا اول ما وصلني المسج زحل عقلي من مكانه. طار علي طار علي، انبسطت كثير وبحب اشكر كثير اداره المول واقول لهم انه انا كثير مبسوطه بهي الجائزه الحلوه، ورفقاتي الصبايا بحبهم كثير وبشكرهم كمان عبر الهواء. نعم. وان شاء الله يا رب تكون ماما عم بتشوفني، بقول لها كمان بحبك كثير ورفقاتي كمان بالمدرسه. نعم. اللي هن سهى ونهى وضحى. الحقيقه بنوجه تحيه للست الوالده ولرفقاتك نهى وسهى وضحى. اي بس انا عفوا اعزائي المشاهدين طبعا كمان. اي اخ محمود، خلي البنت تعرف تحكي لك كلمتين. شو صار لك؟ شكرا شكرا لك انسة نسمة، هذا هو النقد البناء. وكنت اقول فعلا رب صدفة خير من ألف ميعاد، والأخت سميحة كانت في المول ولم تكن تدري أنها ستربح هذه الجائزة إلى تركيا، إلى اسطنبول بالذات خص نص. فعلا رحلة جميلة، وأتمنى أن تنال الصبايا أيضا هذه الفرصة. تعالي ما حدا بيعرف شو في بكرة. عفوا يعني ولي سبالي علي. لا ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير كثير. لا طولوا بالكم، نحن بس نحن ننقل كنت سبلتها وين ما بروح. لا 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 لازم ننقل حدا. قول أنا أقول سموحة، حط لك قطعة ثانية.
لا لا لا، انا مش على بالي اكل جاتو كثير مشان ما اسمن قبل ما اسافر على تركيا. بنبوني انا ما سالتك، صحيح انت سافرتي على تركيا؟ ايه اكثر طلعاتي كانت على تركيا يا ستي. انا صرت بعرف تركيا شبر شبر، وهناك سموحه بدك تنتبهي كثير، هناك ما بيحكوا لا عربي ولا انجليزي بس تركي. انا كمان بعلمك كم كلمه تركيه. سموحه، شو رايك تلبسي من البلوزات الجداد اللي اشتريتهم وتروحي فيهم على الجامعه؟ اه فكر بالموضوع هلا بشوفهم. سموحه بدي اغسل وجبه ملون. شو اغسلها؟ غسلتي لي اياها امبارح وشكرا عشان الكوي. انا عندي غسيل. ميدو انا اسفه حبيبتي بس انا بطلت اغسل. ايش معنى سميحه؟ ولا نحن بنات البطه السوداء؟ اه هلا صبايا خلونا بموضوعنا، مين اللي جاي على بالي يروح معي؟ كيفك سمسمي؟ هاي الدوريا، كيف البيبي؟ منيح بس زعلان منك. ليش زعلان مني؟ يعني معقولة بيطلع لك رحلة على اسطنبول فري وما بتقلي لي أنا آخر من يعلم؟ والله العظيم مطوش كتير، في براسي مليون قصة نسيت. معك حق، بعرف جامعة ودراسة وهيك، بس شوفي مين بدك تاخذي معك؟ لسه ما قررت. طيب أنا بدي أنصحك نصيحة، حطي يا حلقة بإذنك وبعدين تصطفلي، أنت حرة. شو هي؟ ما تاخذي حدا من الصبايا. ليش؟ لانه شو ما عملتي مانك مخلصه، يعني انت بتعرفي اي وحده بدك تاخذيها بدها تغار الثانيه، يعني هن بيعملوا حالهم بيحبوا بعض ولا وحده بتطيق الثانيه. اي لكن شو بدي اعمل، روح لحالي؟ لك لا، ما حلو السفر بدون رفقه. اي انت عم تقولي ما تاخذي حدا من الصبايا؟ لك يا الله يا سمسمه، شو بكي رح تعصبيني هلا بياثر على البيبي، فتحي لي مخك شوي. بعدين انت نسيانه انه انا اصولي تركيه وعندي قرايبين هنيك، يعني بعمل لك سياحه. صحيح كيفاتني القصه، بس الرحله ما بتصلح البيبي. لا اطمني، انا سالته للدكتور قال لي ان شاء الله بتروحي على المحيط الاطلسي ما في مشكله. اي خلص جهزي حالك، بس لا تقولي لحدا من الصبايا، بدي اياها تكون مفاجاه. ماشي اي خلص. باي باي. كافيه لأحلى سميحة بكلية الحقوق والاقتصاد والأدب وعلى حسابي كمان. معرفتك على فكرة مستعش فيه شفتك، بعرفك مستعجي وعم تكون بعرف مستعجي. يعني انت الواحد شو ما عمل ما بيخلص معي؟ لا لا تخافي لا تخافي، مبسوطة بوصفتي. بشو؟ بالدلال اللي أنا عايشة فيه، كنت حتى الصبايا بالبيت عم بيعاملوني بعمل. طيب وانتي ما كنتي تعتمدي بقى أمور تتخذي معي؟ خليني الدلال شوفك. ألو؟ أهلين ماما. لا أنا بالجامعة. على التلفزيون؟ إيه أنا ربحت رحلة شخصية. إيه مزبوط ماما. بس أنا وعدت ميديا تروح معي. لا لا خلص ماما مثل ما بدك. لا خلص ماشي، بس يحددوا الموعد بخبرك. باي ماما باي حبيبتي. بس شو بكي؟ ليش هيك صفر لونك؟ ماما قالت لي ما بتروح الا رجلي على رجلي، وانا وعدت ايدك على 50 ليره. يخرب بيتك شو مستعجل.